السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 21 من شهر جمادى الآخرة لسنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 14 من الشهر الأول سنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي واذكر. وهنا التذكر شيء علمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الحدث، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، يعني لنا جميعا. اذكروا ذلك اليوم، طيب ما رأينا؟ أنا أخبركم، فصدقوا الله تبارك وتعالى أنه وقع هذا الأمر. وإذ نتقنا الجبل فوق، نتقنا أي نزعنا الجبل من عرقه ورفعناه في الهواء، وصار كأنه ظلة عليهم يظلهم، يكاد يسقط عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهنا كذلك الله تبارك وتعالى لما امتنعوا من قبول ما في التوراة وقبول أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، رفع عليهم الجبل كأنه ظلة يكاد أن يسقط عليهم، فخافوا وهابوا، فقال: تأخذوها أي التوراة بما فيها أو أسقط عليكم الجبل؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. فهم ما استجابوا حبا وقبولا، وإنما استجابوا خوفا مما توعدهم الله تبارك وتعالى به من إسقاط الجبل عليهم. لذا قال الله تبارك: وظنوا أنه واقع بهم. قال بعض أهلهم: ظنوا أي أيقنوا، والظن تأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت يقينا، لأنه لو كان مجرد ظن ما صار مؤمنا. المؤمن لابد أن يوقن، من شروط صحة الإيمان أن يؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن، ما يصير واحد يقول أنا أظن أن في يوم آخر، لا، أنا متأكد أن في يوم آخر، أنا أعتقد أن في يوم آخر. فأظن هنا بمعنى متيقن. وظنوا أنه واقع بهم، أي أيقنوا أنهم واقع بهم. وقول الثاني لأهل العلم: وظنوا أي غلب على ظنهم أنه واقع بهم، لأنهم أيضا يرجون أن يسامحهم الله تبارك وتعالى، فهم بين أن يلقيه عليهم وبين أن يسامحهم، فهم غلب على ظنهم أنه واقع بهم. فظن هنا وظنوا أنه واقع بهم تحتمل المعينين، تحتمل ظنوا أي أيقنوا أنه واقع بهم،
وتحتمل ظنوا أي غلب على ظنهم أنه واقع بهم أي واقع عليهم. ثم قال لهم الله تبارك خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد وعمل بما آتيناكم من الأوامر والنواهي والعقائد، خذوا ما آتيناكم أي ما جاءكم في التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة وبجد واجتهاد وعمل بما في هذا الكتاب الكريم، واذكروا ما فيه، يعني اذكروا ما في هذا الكتاب من أوامر الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، أي رجاء أن تصلوا إلى التقوى. وظاهر أمرهم في تصرفاتهم هذه وإزعاجهم لموسى وترددهم وإيذائهم له أنهم غير جادين، ولذلك هنا قالوا هذا الكلام. ولما قال لهم ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، وقالوا مرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوا لما نجاهم من فرعون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مزعجون، يعني آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أذية عظيمة. ولذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما آذاه العرب قال رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر، يعني جعل موسى صلوات ربي وسلامه عليه قدوة له في الصبر على الأذى الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. قال واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي لأجل أن تصلوا إلى التقوى. والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، يجعل شيئا يقيه من عذاب الله تبارك وتعالى، وهي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ولما سئل علي رضي الله عنه عن التقوى قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالله تبارك وتعالى يقول لهم افعلوا ما أمرتكم به رجاء أن تصلوا إلى هذه الدرجة ألا وهي درجة التقوى. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، أي واذكر يا محمد هذا أيضا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذه الآية فيها قولان مشهوران لأهل العلم، تقريبا أهل العلم نصف هنا ونصف هنا، لأنها تحتمل. المعنى الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن الله تبارك وتعالى إنما قال هذا من باب ما فطرهم عليه من الإيمان، ما فطرهم عليه من الإيمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أي ما فطرهم عليه من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فقالوا هذه الفطرة هي التي جعلها الله تبارك وتعالى في ذرية آدم، كل مولود الأصل أنه يولد على الإسلام. ولذا حكم جماهير أهل العلم، وهناك من نقل الإجماع، أن أطفال المسلمين في الجنة. لماذا؟ إذا ماتوا طبعا قبل البلوغ. لماذا؟ قال لأنهم على الفطرة، لأنهم على الفطرة. طيب وأولاد المشركين؟ أيضا ذهب جمهور أهل العلم، لكن ليس فيه إجماع، جمهور أهل العلم إلى أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ أيضا يكونون في الجنة. لماذا؟ على الفطرة، الأصل أنهم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذا القول الأول، وهو أنه الله تبارك وتعالى أخذ عليهم من ظهورهم أي بعد ولادتهم، إذ جعل في فطرهم حب التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى وبغض الشرك، هذا هو الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. وهذا كما قلت اختيار كثير من المفسرين رحمهم الله تبارك وتعالى.
القول الثاني أن الأمر على ظاهره، وأن الله تبارك وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كأمثال الذر. وقد جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كأمثال الذر، فأخرج ذريته كأمثال الذر. ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، وكثير من أهل العلم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا صح هذا الحديث فالمسألة انتهت تقريبا. وكذا جاءت روايات موقوفة عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم في هذا الباب، قال: وهذا لا يقال بالرأي، وإنما يقال بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا يتكلمون في أمور غيبية بآرائهم، خاصة الذين لم يعرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب. وجاء في حديث أيضا في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فيقال له: لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: إي وربي أفتدي به. فيقال له: سألتك أقل من ذلك أو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك، فأبيت إلا أن تشرك. فهذا قوله في هذا الحديث: في صلب آدم، إنما كان في هذا الأمر، وهو يسمونه عالم الذر، في عالم الذر، أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كأمثال الذر. وقال الله تبارك وتعالى هنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، وإنما قال من بني آدم، لأن كل إنسان من ظهر أبيه، كل واحد من ظهر أبيه، أنا من ظهر أبي، وأبي من ظهر جدي، وجدي من ظهر أبيه، وهكذا إلى أن نصل كلنا إلى الأصل وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فالله مسح على ظهر آدم، ثم كل ذرية آدم كل ما خرجت ذرية خرجت منها ذرية، وهكذا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في صلب آدم عندما أخرجهم كأمثال الذر. وهنا كما قلت اختلف أهل العلم، بعضهم قال هذا لا يمكن أن يكون لأن هذا أمر غيبي، والحديث الوارد فيه كلام حديث أبي هريرة أعني. ثم كذلك قالوا الناس لا يذكرون هذا، والناس يحتجون على الله بهذا أن ما نذكر هذا الأمر. وأجاب آخرون بأنه لا يلزم أن يذكروا، ليس كل شيء يذكره الإنسان، في كثير من الأمور فعلها الإنسان في حياته لا يذكرها، ولا يعني هذا أنها تسقط. وقد شبه بعض أهل العلم فيما لو تزوج رجل امرأة وشهد عليه جماعة، ثم بعد ذلك طلقها، ثم قال بعد مدة قال لا أذكر أني تزوجت فلانة، فيشهد عليه أناس يقول نحن نذكر، نحن حضرنا العرس وأنت تزوجت فلانة وكذا، قال لا أذكر، خاصة إذا كان مزواجا أو غير ذلك، فقال والله ما أذكر أني تزوجت فلانة. عدم ذكره لا يسقط الحقيقة طالما أن هناك شهود يشهدون أنهم حضروا العرس وحضروا زواجه وشهدوا على زواجه. ف عدم ذكره لا يعني عدم حدوث الأمر. على كل حال كما قلنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل أخرج الله أبناء آدم ذرية آدم عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وأشهدهم وشهدوا والله على كل شيء قدير كما ينطق الحجر والشجر والدواب سبحانه وتعالى، فما المانع أن ينطق هذه الذرات؟ لأن أخرجهم كأمثال الذر، والذر هو النمل الأصفر الصغير جدا، أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم. قالوا وهذا وارد، إذ أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه لما خلق السماوات والأرض قال لهم أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين،
وهي جمادات أنطقها الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الهدهد لما قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، فأنكر ذلك وهو بهيمة ما يفهم. قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قالوا حجارة تخشى الله سبحانه وتعالى. كذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو حجارة. قول النبي عن أحد: جبل يحبنا ونحبه. على أمثال ذلك من النصوص التي فيها ينطق الله تبارك وتعالى غير الإنس والجن والملائكة، ينطق البهائم، ينطق الحجر، ينطق الشجر، ينطق السماوات، ينطق الأرض. وإن من شيء إلا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول: فما المانع أن الله يجعل في هؤلاء الإدراك فيشهدون على أنفسهم؟ قالوا: لا مانع، أن الله على كل شيء قدير، لكن لم يقع. هذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل وقع هذا أو لم يقع. ويترتب على هذا الخلاف الخلاف فيما بعدها، وهو قوله تبارك وتعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. عند من يقول إنه أخرجهم كأمثال الذر وخاطبهم، واضح المسألة، أشهدهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا، انتهى الأمر، واضح جدا. لكن عند من يقول إنه أبدا، وإنما الفطرة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلوبهم، طيب متى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: إنما هذا من الله تبارك وتعالى يكون على سبيل لسان الحال وليس لسان القال، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قالوا: هم لم يشهدوا باللفظ على أنفسهم بالكفر، لكن لو قيل لهم: أنتم تؤمنون؟ قالوا: لا نؤمن بالله. إذن يشهدون على أنفسهم بالكفر. يقول: لسان حالهم يقول إنهم كفار وليس لسان قالهم، ما تكلموا بشيء من ذلك. على كل حال، لا يترتب على المسألة شيء، لا يترتب عليه أحكام، ولكن الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قول من يقول إنه أخرجهم من ظهر آدم كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والذي يظهر كذلك أن هذا هو تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قالوا: الأمانة هي هذه، هي هذه الشهادة التي أشهدهم الله تبارك وتعالى إياها، والعلم عند الله جل في علاه. وإذ أخذ ربك، اذكر يا محمد، إذ أخذ ربك من بني آدم، ذرية آدم، من ظهورهم، لأن كما قال الله تبارك يخرج من بين الصلب والترائب، أنه يخرج من الظهر، وأشهدهم على أنفسهم، أي اشهدوا، وهذا أعظم الشهادة، يسمونه الإقرار، أعظم الأدلة الإقرار، أعظم من أدلة الشهود، لأن الشهود قد يكذبون، قد يرشون، لكن كون الإنسان يقر على نفسه هذه أعظم، أقوى شهادة، هو أن يقر الإنسان على نفسه. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وهذا أيضا فيه شرف للإنسان أن الله يخاطبه سبحانه وتعالى، أخرجهم من ظهر آدم وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وألست وأليس دائما الإجابة عنها ببلى، لأن الإجابة بنعم خطأ، لأن لما يقول ألست فعلت كذا يقول نعم، يعني لست فعلت كذا. ألم أحسن إليك؟ يقول نعم، كان يقول نعم لم تحسن إلي، لكن عندما يقول بلى خلاص حاسمة هذه، أو نعم ويأتي بعدها يقول نعم أحسنت إلي، نعم فعلت كذا، لكن نعم لوحدها ليست إجابة صحيحة.
يقول: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني الذي خلقكم وفطركم ويحييكم ويميتكم ومن يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. قالوا بلى. إذن انتهت هذه القضية، وشهدوا على أنفسهم أن الله هو الخالق البارئ المصور المدبر المحيي المميت المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قالوا بلى شهدنا. ثم قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني إياكم، أو حذرا أو خوفا من أن تقولوا يوم القيامة، يعني تعتذرون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا، لستم غافلون، لستم غافلين. هذا وقع، هذا وقع. إياكم أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. لا، لستم غافلين. هنا يقول: أن تقولوا، يعني إياكم أن تقولوا، أو خوفا من أن تقولوا إن يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا، هذا يعني المخرج الثاني، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يعني الآن كم اعتذار لهم؟ اعتذاران. الاعتذار الأول أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، ما نذكر هذا الأمر، لا تذكرون. الاعتذار الثاني: أشرك آباؤنا ونحن اقتفينا آثار آبائنا. يعني هذا، يعني كأنهم يرون هذا من الظلم أن نحاسب على ما اتبعنا فيه آباءنا. فبعضهم إذن يعتذر بأنه كان غافلا عن هذا، وبعضهم يعتذر أنه اتبع آباءه، وقد يكون بعضهم يعتذر بالأمرين معا، يقول: كنت غافلا وكنت على ديني آباء، إن وجدنا آباءنا على أمة فهم مقتدون بآبائهم. يقول الله تبارك وتعالى: أو تقولوا، أي إياكم أيضا أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. طيب، بعدين: وكنا ذرية من بعدهم، يعني مقلدون، نحن مقلدون، نحن تبعنا آباءنا. هل يعذرون بهذا؟ لا يعذرون بهذا. الله تبارك وتعالى ركب في آبائكم العقل والحواس وأرسل إليهم الرسل، وكذلك أنتم ركب فيكم العقل والحواس وأرسل إليكم الرسل، فهذا العذر باطل، أنهم يعتذرون بما كان عليه آباء، أو يعتذرون بأنهم كانوا غافلين. لا، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وأمر ونهى. قال: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أفتهلكنا، هذا استفسار أو استفهام استنكاري، يقول: كيف تهلكنا بفعل آبائنا المبطلين؟ تبرأوا من آبائهم الآن، قالوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، صار آباؤهم مبطلين الآن بالنسبة لهم، لأن القضية جنة ونار الآن، عذاب، وصل العذاب الآن، مستعدين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. قالوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني لا تحاسبنا بما فعل آباؤنا. فالله تبارك وتعالى من الآن يحذرهم، يقول: إياكم أن تعتذروا بهذين العذرين، مرفوضين، هذان العذران مرفوضان أبدا، لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم هذين العذرين. وهنا فيها قراءات، في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، ذريتهم مفرد أو ذرياتهم على الجمع، وفي قوله تبارك وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة، فيها قراءة أن يقولوا، أن يقولوا الغائب، أن يقولوا، وفي الآية الأخرى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، كذلك أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات. كل شيء واضح، نبين الآيات، نوضح الآيات، نفصلها. يقول الله تبارك: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي إلى الحق، وأن يتركوا ما هم عليه من الباطل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: في أحد المساجد الكبيرة كثير من المصلين لا يتمون الصف ويصلون بالخلف ولم تكتمل الصفوف
الأولى فما الحكم في ذلك؟ انقطاع الصفوف فيه تفصيل، إن كان في المسجد نفسه أو كان خارج المسجد. يعني لو كنا في هذا المسجد وصلى مثلا صف كامل ثم بعده صف كامل، صفان كاملان، ثم بعد ذلك انقطعت الصفوف 4 صفوف فارغة مثلا، ثم جاءنا صف ناقص، ثم جاء بعده صف ناقص مثلا وكذا، هنا هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة طالما أنهم داخل محيط المسجد، طالما أنهم داخل محيط المسجد الصلاة صحيحة ويعتبرون مؤتمين بالإمام، لكن يكونون خالفوا السنة، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أتم الصف الأول فالأول، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المسجد فيه فراغ، في صوف فارغة، وأحد صلى خارج المسجد، خارج مستعجل مثلا بيروح أو غير ذلك من الأمور، صلى خارج المسجد، هذا يعتبر صلى منفردا ولا يعتبر صلى مع الإمام، ما يعتبر صلى مع الإمام إلا إذا امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد، فالذين خارج المسجد يعتبرون صلوا داخل المسجد لامتلاء المسجد. فبالنسبة لهذا السؤال، الذين صلوا داخل المسجد لكن متفرقين، فهؤلاء صلاتهم صحيحة لكن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب على الإمام أن ينبه إلى هذا الأمر في بداية كل صلاة، يقول استووا تقاربوا سدوا الفرج أتموا الصف الأول فالأول، ويناصحون في ذلك. أما إذا صلى واحد خلف الصف، يعني صلى لوحده مثلا الصف الأول كامل، الثاني كامل، الثالث ثلاث أرباع الصف مثلا، الصف الرابع في 2، الصف الخامس في 5، بعدين واحد يصلي لوحده في صف لوحده، هنا اختلف أهل العلم على مذهب الحنابلة أن صلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك، يعني أعد الصلاة، كان يقول لا تصح هذه. فإذا كان منفردا لا يجوز، أما إذا لم يكن منفردا ولو معه واحد فالصلاة صحيحة مع بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين قوله تعالى في المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبين قول عائشة كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره؟ أنا أقرأ في سير أعلام النبلاء من يقوم الليل كله، ما فهمت هذه. على كل حال، قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فيها تفسيران لأهل العلم، تفسيران لأهل العلم، كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون، ما تكون بمعنى الذي اسم موصول، فكانوا قليلا من الليل الذي يهجعون معناته يصلون أكثر الليل، لأن القليل من الليل يهجعون فيه. وقد تكون ما نافية، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، إذن قليل من الليل الذي لا يهجعون فيه يصلون فيه، فالخلاف في ما هل هي اسم موصول أو النافية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يصلي ثلث، ينام ثلثي الليل ويصلي ثلث، هذا أفضل القيام، أفضل القيام أن يصلي ثلث الليل وأن ينام ثلثيه كما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون تفسيرا للآية. يقول في سير عمنا هناك من يقوم الليل كله، هذا تكون استثناءات أحيانا أو اجتهادات من البعض أنه يقوم كل الليل، وهذه تصير حالات يعني قليلة، يعني بين وقت ووقت يجد نفسه نشيطا شبعان نوم مثلا ولا كذا فيقوم الليل كله، كما جاء عن سفيان الثوري صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أذان الفجر، لكن هذا ليس ديدنه كل ليلة، ولكن يكون في ليلة من الليالي شعر بنشاط، شعر بحبه للصلاة، شعر بأنه أذنب مثلا
فقام يصلي لله تبارك وتعالى. أنا ما أقصد سفيانا، أقصد سفيان الثوري، أقصد يعني أي أحد. فالقصد أن هذا يكون يعني في حالات طارئة، لكن الأصل أفضل القيام قيام داود عليه السلام. نعم. أي نعم. يقول: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أولا، إذا كان القبر قبل المسجد، القبر كان موجودا ثم بني المسجد على هذا القبر، فهذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله، يجب أن يهدم هذا المسجد. أما إذا كان لا، المسجد قديم لكن مات هذا الرجل فأرادوا دفنه داخل المسجد، هنا يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقبرة ولا يدفن في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لكي تكون مقابر. الأمر الثالث، إذا كان الآن الواقع موجود، الأصل أن لا يصلي الإنسان في مسجد فيه قبر، يبتعد عن هذه المساجد. الأصل كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، ويسأل يعني حكم عمل المرأة أو حكم خروجها من بيتها. الأصل أن نقرن في بيوتكن، هذا على سبيل الإرشاد لا على سبيل الإلزام، ولذلك يستحب للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا عند الحاجة. لكن لو خرجت، خاصة إذا لم تتبرج أو خرجت مع زوجها أو خرجت مع أخيها أو خرجت مع ابنها أو مع أبيها أو كذا، فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما تنهى المرأة عن الخروج الكثير أو الخروج الذي ليس له داع أو الخروج الذي قد تترتب عليه مفاسد. أما أصل الخروج فالأصل أنه جائز، لكن الأفضل أن تبقى في بيتها. عمل المرأة جائز، الأصل فيه أنه جائز إذا أذن لها زوجها، الأصل أن عملها جائز ما لم يكن تعمل بشيء محرم. يقول: حكم زيادة سعر سلعة معينة وذلك لندرتها وقلة وجودها وزيادة الطلب عليها، وهل العقد صحيح؟ يعني إذا لم تكن هذه السلعة ضرورية للناس بحيث أنه يستغل حاجة الناس إليها، إذا كان في استغلال لحاجة الناس إليها أو كان فيه كذب أنه يقول يعني كلفتني كذا مبلغ وما لم تكلفه هذا المبلغ إنما يكذب، هذا لا يجوز قطعا، الاحتكار والكذب هذا لا يجوز، لا يبارك الله في هذا البيع. أما إذا لم تكن كذلك وإنما هي من الكماليات وهو يبيعها يرفع سعرها، فأكثر أهل العلم على أنه لا ينبغي أن يرفع السعر بزيادة يعني فاحشة، لكن طالما أنه هناك توافق من الطرفين فالأمر راجع لهما. لكن كره كثير من أهل العلم الزيادة الفاحشة. يقول: كان معي مبلغ من المال وقبل موعد إخراج الزكاة بشهر شاركت شخصا في تجارة وتحول المال إلى بضاعة، وشريكي قال نتحاسب كل 6 أشهر، هل في زكاة على المبلغ بعد أن أصنع بضاعة؟ نعم، يعني هو المال بدل ما كان نقدا صار عروض تجارة، صار عروض تجارة، تجب عليه الزكاة في وقت الزكاة، لأنه ما لو كان هذا المال أهداه لشخص مثلا أو بنى فيه بيتا أو أقرضه شخصا يمكن، لكن طالما أنه دخل فيه في تجارة فعروض تجارة أيضا فيها الزكاة، فلم يتغير الوضع، فيخرج زكاة ماله يوم تحل الزكاة في موعد الزكاة. يعني لا لا ما في بأس. يقول: إذا قبلت يد والدي أو والدتي ثم وضعته على جبهتي هكذا هل هذا فيه السجود؟ لا، ليس فيه السجود إن شاء الله تعالى، لكن تقبيل اليد لا بأس به، ما في داعي يضعها على جبهتي، يقبله ويكفي هذا. نعم. يقول: اعتمر وبعد الطواف لم يستطع السعي لجروح في فخذيه، فأفتاه أحدهم بأنه السعي سنة، أنه ليس من أركان العمرة، فتحلل ورجع هكذا. أي نعم. أولا، هذا الذي أفتاه إذا كان عالما، إذا سأل لجنة الفتوى مثلا في الحرم أو سأل عالم من العلماء، فعلى ذمة من أفتاه، لأن فعلا هناك من أهل العلم يقول أن السعي يعني مستحب وليس بركن، ولكنه قول يعني ضعيف، العلم عند الله تبارك وتعالى، جماهير أهل العلم على أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. أما إذا سأل شخصا عاميا أو سأل صديقا له أو يعني ليس من أهل العلم، فإنه أول شيء يأثم بهذا السؤال، لأن ما يجوز أن يسأل هذا، وإنما الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يسأل أي أحد،
هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان بمقدوره أن يسأل أهل العلم هناك في هناك في داخل الحرم في غرفة للفتوى، يستطيع يذهب إليهم ويسألهم ويقول لهم ما حدث. ثم هناك أيضا بدائل، إذا كان ما يستطيع أن يمشي يريح من غد، يسعى يأخذ دهان يأخذ كذا إلى أن يستطيع أن يمشي، أو يأخذ لدراجة يسعى عليها. أما أنه يرجع بدون سعي، هذا لم تكتمل عمرته على الصحيح، لم تكتمل عمرته على الصحيح. والذي أفتاه كذلك عليه أن يستغفر الله تبارك ويتوب إليه إن كان أفتاه بدون علم. لا يجوز أن يتجرأ على الفتوى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى سمى كتابه إعلان موقعين عن رب العالمين، فجعل المفتي موقعا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فأمر عظيم جدا. والله تبارك وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقصد إذن أنه لم تكتمل عمرته على الصحيح، وعليه أن يرجع إلى مكة مرة ثانية ويكمل عمرته. وما فعله خلال هذه الفترة يعني من لباس أو طيب أو شيء يكفر عنه فدية أذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. ما له شغل، لا هذا مو حابس، هذا ليس بحابس. لا لحظة، هذا ليس بحابس، هذا ليس بحابس، وإنما هو تركه لأنه أفتاه بأنه جائز. هنا حكم الاشتراك مع شركة توصيل الطعام، مثال يتم دفع الرسوم للشهر وبالتالي طلبت شركة توصيل طلبات توصل مجانا. والله ما أدري عن هذه، تحتاج نظر، والله ما يحتاج نظر. أعمل طباعا في مكتب محاماة، ولأن لا أعلم من الظالم من المظلوم في القضية، فأنا مجرد موظف ينسخ ما يكتبه المستشار، فهل العمل جائز؟ إذا كنت يعني يغلب على ظنك أن هذا المحامي يخاف الله ويتقي الله تبارك وتعالى ولا يأخذ يعني قضايا فيها يعني حرام، وهو يشهد بالباطل ويلقن موكله يعني الباطل حتى يتخلص من الجريمة وكذا، عليك أن تخرج من هذا العمل تبحث عن عمل جاد في آخر. أما إذا كنت يظهر عليه أنه صالح وأنه كذا، ليس عليك شيء، وأصلا لو تقول له من الظالم هذا يقول لك متشكو، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك. حكم تورق في البنك الإسلامي، ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس كثير من الناس يتورقون من باب أنه يبي يدش تجارة، يبي يدخل كذا. أصلا إنسان يبتعد عن هذه، لا تأخذ إلا عند الحاجة. وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين يسميه تورط بالطاء وليس بالقاف، لأن أكثر الذين يتورقون يعني بعد ذلك يندمون، لأنه ليس عنده أن يسدد، تعال سلفوني ودير بالكم علي كذا، وممنوع من السفر، قضايا بحجة أنه تورق والآن لا يستطيع أن يسدد ما تورقه. نعم، الرد على المخالف هذه سنة، لا بد أن يرد على المخالف، والله رد على المخالفين سبحانه وتعالى، يسعى الرد على المخالف. والتشهير قلت بحجة بيان الحق، نعم، والتشهير بأشخاص بحجة بيان الحق لأنهم مخالفون، يعني من هذا الباب. أولا الرد على المخالف هذه سنة، الله تبارك وتعالى رد على المخالفين، الرسول رد، الصحابة ردوا، فهذا ما في بأس من حيث الرد، لكن ينبغي أن يكون الرد بأدب وأن يكون بتثبت، ولا يكون الرد بسماع أشياء قيل عن فلان كذا على طول استلمه وصار يتكلم فيه وكذا. لابد من التثبت في هذا الأمر قبل الرد عليه، إذا كان هناك في منفعة في الرد أو لم تكن هناك منفعة. إذا كان ما يحتاج الرد وإنما يحتاج مناصحة بينه وبينه، يناصحه بينه وبينه إذا كانت تنتهي المشكلة بهذا. إذا كان لا يحتاج رد بحيث أن الفتنة انتشرت ولا بد أن يرد عليها فلا مانع. والأفضل كذلك حتى في هذه الردود أن لا تذكر الأسماء إلا عند الحاجة القصوى، وإنما تذكر الكلمة أو تذكر الخطأ،
يقال هناك من يقول كذا كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا، لا يذكر الأسماء صلوات ربي وسلامه عليه. ونذكر كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين ما يذكر أحدا باسمه، نادرا أن يذكر أحدا باسمه، دائما يرد على القول ولا يرد على القائل يعني. لكن إن احتيج إلى ذلك وكان شره عظيما فنعم، أما إذا لم يكن له شر أو كانت المسألة خلافية أو تحتمل أو كذا فهذا لا يجوز قطعا. نعم. يعني يألف يكذب ولا ما يدري؟ ما في كلهم في النار، منين جابها؟ نعم، هو يقول شيخ يعني يقيس على الحديث صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، هو يقول قضاة كلهم في النار، صارت حديث فرضا عن لا ما يجوز يعني، هذا قاعد يألف هذا يعني، يقول واحد يقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض علم بجهل حكم بجهل فهو في النار، فيأتي هذا يقول القضاة كلهم في النار، هذا كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز الناس يتساهلون بمثل هذه الأمور، فلان في النار فلان في الجنة، هذه مصيبة هذه. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. يقول ما صحة حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ هو لا يصح بهذا اللفظ، ولكن الأنبياء اتفق أهل العلم على أن الأرض لا تأكل أجسادهم، اتفق أهل العلم على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ما الوقت المستحب لذبح العقيقة وإحكامها؟ العقيقة هي عن المولود، تسمى عقيقة وتسمى تميمة. العقيقة عن المولود الأفضل أن تذبح يوم سابعه، وقد جاء فيه حديث أن يعق عليه يوم سابعه، ولكن فيه ضعف هذا الحديث. المهم أن يعق عن ولده، يتمم له، يذبح شاة، والأفضل أن يذبح شاتين للذكر وشاة للأنثى، وإن ذبح شاة للذكر وشاة للأنثى جائز إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يكون للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة، والأفضل أن تكون يوم السابع، لو أخرها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ففي الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك متى شاء. والعقيقة الأصل أن تكون يعني مما يجوز التضحية به، وهي بالنسبة للإبل ما بلغ 5 سنوات، بالبقر ما قبل سنتين بلغ 2، بالنسبة للغنم ما بلغ 1، وبعض أهل العلم قال بالنسبة للنعاج يعني أو الخروف أنه يكون 6 أشهر، هذا عند الحنابلة، وعند الجمهور 1 في الماعز والشياه 1 كاملة، هذا قول الجمهور، وهذا أحوط أن تكون ذبيحة أو الشاة التي تذبح عمرها 1، عند الحنابلة يجوز 6 أشهر بالنسبة للخروف والنعجة. توزيعها يجوز أن يأكلها كلها، يجوز أن يهديها كلها، يجوز أن يصدق بها كلها، ولكن نص أهل العلم على الأفضل أنه يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها، فقال تقسم 3 أثلاث، ثلث يهديه وثلث يأكله مع أهل بيته وثلث يتصدق به، لكن لو أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها فكل هذا جائز والله أعلم. يقول شخص يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه يخلف يوم الأربعاء والخميس ليوافق الفطور يوم الجمعة لاجتماعه مع زماله في المسكن على الطعام، فهل من حرج في هذا؟ لا ما في حرج، في الأصل الصوم نافلة، الأصل أن الصوم نافلة فما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن يستطيع يفطر الخميس، يصوم الخميس، ليش يفطر الخميس؟ يصوم الخميس ويفطر الجمعة، لكن على كل حال يجوز له ذلك، ما على المحسن من سبيل، هو يعني محسن إن شاء الله تعالى. يقول يوم الجمعة الماضية كنت صائما وأتيت إلى المسجد مبكرا وأدركت مكان في الصف الأول، وعندما حان وقت أذان المغرب حجزت مكاني في الصف الأول بحامل مصحف،
ورجعت إلى آخر المسجد لأفطر على شيء، فلما عدت قبل الإقامة وجدت أحد الإخوة قد أخذ المكان، فهل يجوز لي أن أطالبه بالقيام من المكان ليصلي في الصف الأول؟ نعم لك الحق، طالما أنك جئت قبله فهذا مكانك، لك الحق أن تقول له هذا مكاني جئت قبلك، لك الحق في هذا، وأنت آثرته بهذا فلا بأس، لكن لك الحق أن تقيمه من هذا المكان، تقول له هذا مكاني أخذته قبلك لأنه وصلت قبلك إلى المسجد. أيه. تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي يظهر الله عنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن كان يعني بعض أهل العلم كرهه كالشافعي رحمه الله تعالى، كره إقامة أكثر من جماعة في المسجد الواحد لأسباب، منها أنها تعود الكسالة، أنه يقول الصلاة قال لحق على الجماعة الثانية، لحق على الجماعة، ثم قد يوغر قلب الإمام، خاصة إذا الإمام يعني رأى في كل فرض مثلا يصلون جماعة ثانية، زيادة على هذا لو كان بعد نفس الجماعة الثانية هي نفسها تتكرر، يعني نفس الأشخاص هم يصلون جماعة ثانية. وأنا أذكر صليت مرة في مسجد فلما قضيت الصلاة قامت جماعة، أنا لا أصلي فيه عادة لكن كنت في زيارة، فوقيمت الصلاة صلينا، بعد ما انتهينا الصلاة قامت جماعة ثانية، كيف ما شغل فيه. ثم بعد يومين أو ثلاثة صليت في نفس في المسجد نفسه، فلما سلم الإمام قامت جماعة ثانية ولا نفسهم، المجموعة نفسها. فسألت صديقي وهو كان من أهل المسجد قلت كذا كذا، قال كل فرد نفس المجموعة ما عدا الفجر، قلت ليش؟ قال ما يجون. كل فرد، تصوروا هؤلاء لما يراهم الإمام، لما يراهم الناس، هؤلاء تفريق صف المسلمين قطعا، قطعا لا يجوز لهؤلاء أن يفعلوا مثل هذا الشيء. معجبكم الإمام تروحون مسجد ثاني، معجب صلوا في بيوتكم ولا تحدثوا فتنة، هذا إحداث فتنة في المسجد، هذا لا يجوز قطعا. أما إذا كان الإنسان يعني لظرف ما تأخر وجاء إلى المسجد ووجد جماعة ثانية فصلى معهم لا بأس، وإن صلى وحده أيضا لا بأس، له أن يصلي مع جماعة ثانية وله أن يصلي وحده، حتى لو أقيمت جماعة ثانية له أن يصلي وحده. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة وكان معه مجموعة فأذن وأقام وصلوا جماعة، وجاء عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة فرجع إلى بيته وصلى بمن معه في بيته، فأنس أعاد صلاة المسجد وابن مسعود لم يعد صلاتها في المسجد، فدل على أن الأمرين جائزان إن شاء الله تعالى، ولكن الإنسان يحرص دائما أن يحصل فضل الجماعة الأولى. يقول ما حكم إقامة خيم العزاء لمن لا يملك بيتا يتسع لهم، مع العلم أنه يقوم بتقديم الماء والقهوة لهم، هل يجوز الإنكار عليهم وعدم الذهاب للعزاء؟ والله يعني هذا أتصور يعني عادات وتقاليد ليست جيدة، اللي هو أن الإنسان يضع خيمة وقد يكون أحيانا يستأجرها، يعني يبذل مالا، إذا كانت الخيمة ملكة مثلا ويحطها عند الباب مثلا بيته ما يسع يعني يمكنها، لكن يستأجر خيمة للعزاء. كثير من أهل العلم يرون أن العزاء أصلا بهذه الطريقة يعني محدث، والأصل في العزاء أن الإنسان بعد الدفن يعيش حياته طبيعية، اللي يشوفه يعزي، هذا يراه في المسجد، هذا يراه في البيت، هذا يراه في العمل، هذا يراه في السوق، وهذا كل يعزي الكل دون اجتماع للعزاء. فإذا كان مع اجتماع العزاء صنع الطعام، يعني أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، فهذا تكليف على أهل الميت ولا يجوز هذا الأمر. وأما إذا كان استئجار خيمة وقهوة وجيب عمال للقهوة وهذا كله، هذا لا يصلح هذا أبدا. أما إذا كان البيت لا يسع، وضعوا خيمة عند بيتهم، خيمتهم هم لا تكلفهم شيئا، هذا أهون حقيقة. ما أتصور هذا كله بس فقط شو يقولون عن الناس، وهذه مشكلة عند الناس الآن أن ما يبون أحد يتكلم عنهم، ما سوينا على عزة وكذا. فإذا كان في مثل هذه التكاليف فالأصل والله العالم أنه لا ينبغي، لكن إذا ما لم تكن فيه تكاليف فالأصل الإباحة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبينا ننبه فقط أن في دورة علمية إن شاء الله تعالى تبدأ يوم السبت بعد القادم، يعني بعد 8 أيام إن شاء الله تعالى، دورة مفاتح الطلب، دورة مفاتح الطلب إن شاء الله يوم السبت القادم.
تبدأ بعد القادم يعني بعد 8 أيام في مسجد خالد الياقوت في الصديق قطعة 7 من تاريخ 28 جمادة الآخرة إلى 5 رجب موافق من 21 يناير إلى 27 يناير. الدورة راح تكون بعد الفجر إلى الساعة تقريبا 8 صباحا، وبعد العصر إلى المغرب، وبعد المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء إلى يعني 8 ليلا تقريبا. يعني دورة مركزة إن شاء الله تعالى. راح تقرأ فيها كتب ميمية الحكمي فجر وعصر السبت، وأصول ثلاثة الأصول في المغرب والعشاء، والقواعد الأربع فجر الأربعاء الأحد، وكتاب التوحيد عصر ومغرب وعشاء ويوم كامل الاثنين، يعني سبع فترات كتاب التوحيد. ثم يوم الثلاثاء الأربعون النووية، يوم الأربعاء تفسير الحزب 60 آخر القرآن، آخر حزب في القرآن الكريم. ثم المغرب والعشاء المقدمة الفقهية، يوم الخميس أيضا المقدمة الفقهية، ثم المنظومة البيقونية، ثم الورقات في الأصول، ثم يوم الجمعة آخر يوم الورقات أيضا، ثم تائية الألبيري بعد المغرب وبعد العشاء مع الأسئلة. وإن شاء الله تعالى سيتم توزيع المتون في الدورة، الكتب راح توزع في الدورة إن شاء الله تعالى، وتوزيع شهادات حضور لمن يحضر، ويوجد مكان مخصص للنساء، وفيه بث مباشر للدورة على حساب انستغرام واليوتيوب والبرنامج الصوتي، والإقامة موجودة يعني متى تكون إقامة الصلاة تقريبا 3 ساعة بعد كل صلاة، ما عدا المغرب والعشاء 10 دقائق، والفجر 25 والعصر 20 دقيقة. فندعوكم إن شاء الله تعالى للحضور لطلب العلم، علما بأن الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في درس هنا إن شاء الله تعالى، بس الجمعة اللي بعدها ما راح يكون في درس، راح يكون في الدورة إن شاء الله تعالى، يعني سنتوقف جمعة واحدة بحول الباري. السور الصغيرة بعد الفاتحة أثناء الصلاة هل يجب أن تكون متسلسلة؟ بمعنى إذا قرأت سورة الفلق بالركعة الأولى فلا يجب أن تكون بالركعة الثانية سورة الإخلاص حسب ترتيب المصحف؟ لا يجب، يجوز أن تقرأ الفلق بعدها الإخلاص لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل الترتيب. ما حكم العلاقة بين الزوجين في الهاتف؟ ما فهمت علاقة بين الزوجين بالهاتف. زينة شو المشكلة؟ ها؟ طيب يعني فيديو؟ لا ما أنصح بهذه، أكثر الفيديو يطلعون عليه الناس، فيديو يطلعون عليه الناس. لا تقول لي في برامج الحين يكسرون البرنامج ويشوفون زوجتك ويشوفونك، اتق الله. العقل نعمة، العقل نعمة، لا أحد يكلم زوجته فيديو تلبس له وكذا وهذا، ترى في ناس يدشون على الفيديو ويشوفونه، فاتقوا الله في هذا الأمر، احذروا هذا الأمر. هل إغماض العين أثناء الصلاة سواء كان منفردا أو جماعة يكون تشبها باليهود؟ لا، إغماض العينين يعني جاء عن السلف أنه كره الإمام أحمد إغماض العينين وقال هذا من عمل اليهود إغماض العينين، لكن إذا احتاج الإنسان إلى إغماض عينيه كان يكون يشغله شاغل أثناء صلاته مثلا في مكان سجوده أو أمامه أو كذا فأغمض عينيه لا بأس. وإذاك يقول أهل العلم إغماض العينين إن كان لحاجة فلا بأس، إن كان بدون حاجة فإنه لا ينبغي، وإنما يفتح عينيه في صلاته مخالفة لليهود والله أعلم. لا خطبة الجمعة، يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هذا خاص بصلاة الجمعة، سماع خطبة الجمعة واجب، أما الدروس وهذا السماع لها ليس بواجب. نعم. هل أستطيع أن أصلي 4 ركعات متصلات قبل صلاة العصر بجلوس واحد في نهاية الصلاة، أم أصلي كل ركعتين منفصلة؟ الأصل ركعتين ويسلم، جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في بعض طرق الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن زيادة النهار والعلم عند الله شاذة، فيبقى الحديث الصحيح صلاة الليل،
مثنى مثنى، ولكن هذا الأصل أن الصلاة مثنى مثنى سواء في الليل أو في النهار، لكن النوافل يجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض. فلو صلى 4 ركعات متصلات إن شاء الله الصلاة صحيحة، إن شاء الله الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن يصليها مثنى مثنى، لكن لو صلىها 4 بسلام واحد لا بأس. يقول: كنت أقرأ القرآن وأنا جالس على الفراش وقرأت آية فيها سجدة، فهل أستطيع أن أسجد على الفراش وليس الأرض؟ نعم، يجوز أن تسجد على الفراش، والأفضل أن تنزل وتسجد على الأرض، خاصة إذا الآية فيها خر سجدة، والخرور لا يكون إلا من فوق إلى أسفل، فإذا كان فيها خرور لا، انزل على الفراش واسجد، لكن إذا كان فيه وسبح فاسجد واقترب تسجد على الفراش، لكن الأفضل أن تسجد على الأرض، والله أعلم. نعم. يقول: تكرار قراءة المختصرات في الفنون العلمية هل يستحب؟ نعم يستحب، لأن تكرارها يجعل الإنسان يحفظها. إذا كانوا يكررون قراءة صحيح البخاري يقرؤونه في كل شهر مرة قراءة كاملة كتاب كله، يقرؤون أحيانا تفسير ابن كثير أكثر من مرة، هذه المتون كبيرة، ما بالك المتون الصغيرة، لا بأس بتكرارها وإعادتها مرات، خاصة إذا كانت نافعة، إذا كانت نافعة وشهد لها أهل العلم بأن كتب جيدة متميزة وكذا، نعم لا مانع من تكرارها، إيه نعم، بل وحفظها لمن تمكن من ذلك. يعني يمنع الطالب أن تدخل المدرسة بدون حجاب، سكروها المدارس، لكن إذا لابس حجاب يمنعونها؟ أغلقوها حتى لو كانت بحجاب؟ أي والله ما أدري عن ظروفهم، لكن الغلط غلط. الأصل أن التعليم يعني عام للرجال والنساء، إنما كما أن الرجال يتعلمون النساء يتعلمن، فإذا لم تكن هناك مفاسد الأصل لا تمنع النساء من التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال أهل العلم وتدخل فيه المسلمة، لأن المسلم إذا أطلق يدخل فيه الرجال والنساء، فلا تمنع المرأة من التعليم، الأصل أنها لا تمنع من التعليم، لكن ممكن يضعون شروطا معينة مثلا يمنعون الاختلاط، أجلهم يمنعون الاختلاط، يعني ما في بس منع الاختلاط طيب، إنهم يمنعون الاختلاط، البنات يجلسون لوحدهن والرجال يجلسون لوحدهم لا بأس إن شاء الله تعالى، جيد هذا. هنا إجبار الأب أن يمنع، إجبار الأب يجبر ابنته على النقاب، إيه والله يعني هذه المسألة أنا لا أنصح بالإجبار، لا أنصح بالإجبار، لأن حتى لو أجبرها يمكن بالخارج تنزعه، ولكن بالإقناع يقنعها، يعني يحاول يقنعها يوضح لها، الآن الأمور صعبة جدا، لكن يناقشها هو وأمها يقنعانها أفضل من إجبارها على هذا الأمر، والهادي الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. ما حكم اقتناء الصور اللاعبين أو المصارعين وتعليقها في البيت؟ لا يجوز، لا يجوز تعليق الصور في البيوت حتى لو كانت للأنبياء، مع أنه ما في صور للأنبياء، لكن صورك أنت الشخصية أيضا وكذا لا يجوز تعليقها أبدا، تعليق الصور ممنوع، فما بالك إذا كانوا بعد لاعبين، إذا كانوا كفارا هذا محبتهم، ولا يجوز محبة الكفار. الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالقصد أنه لا يجوز محبة الكفار، فإذا كانوا كفارا هذا دليل محبتهم تعليق صورهم وكذا، فهذا لا يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.